مصادر تؤكد وجود المدرب البرازيلي لويس فيليب سكولاري على طاولة لجنة المنتخبات الوطنية. بعد غد الأربعاء إسدال الستار على قرعة دور 32 من كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. والعروبة يقسو على الشباب ويتشبث بالقمة، والصحار يسجل بسجل خال من الهزائم في أبرز نتائج الجولة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. وإلى التفاصيل، تواصل لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة أحمد المياسي دراسة عدد من ملفات المدربين الذين سيتولون مهمة الأحمر في المرحلة القادمة، حيث أشارت عدد من المصادر تواجد اسم المدرب البرازيلي لويس فيليب سكولاري على طاولة لجنة المنتخبات كأحد الأسماء المرشحة لقيادة دفة المنتخب الوطني الأول، والذي تنتظره مهمة في غاية الصعوبة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة أمام غوام وإيران في مارس القادم. هذا ويعتبر سكولاري من أشهر الأسماء التدريبية في البرازيل، وسبق له قيادة المنتخب الكويتي وتوج معه بكأس الخليج في عام 1990، كما قاد منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم 2002 وكأس القارات 2013 وإخفاق أخير في مونديال 2014 بالبرازيل. ويملك سكولاري خبرة في الملاعب الآسيوية، وسبق له تدريب نادي بانديكور الأوزباكي، ويدرب حاليا نادي غوانزهو إيفرغراند الصينية، وتوج معه مؤخرا بدور الأبطال الآسيوي. يقام بعد غد الأربعاء حفل قرعة دور 32 من مسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم، والذي ينظمه الاتحاد العماني لكرة القدم سنويا في قاعة الفهم بالمركز الثقافي التابع لجامعة السلطان قابوس. حالة من الترقب والانتظار تعيشها الجماهير العاشقة للبطولة الغالية على كل القلوب، كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، إذ لم يتبقى إلا يوم واحد على إسدال الستار عن قرعة دور 32 في صراع محموم بين أندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى والثانية في بطولة تواكب دوري عمانتل للمحترفين، بالإضافة لبطولة كأس مازدا للمحترفين، وتعتبر من بين أعرق البطولات المحلية وأكثرها جماهيرية، كما وأنها فرصة كبيرة لأندية الدرجتين الأولى والثانية لقياس قدرتها وإمكانياتها لمجابهة كبار القوم في دور المحترفين. القرعة ستقام تحت رعاية صاحب السمو السيد نابغ بن طلال بن طارق آل سعيد في حفل ينظمه الاتحاد العماني لكرة القدم سنويا، وذلك بعد غد في قاعة الفهم بالمركز الثقافي التابع لجامعة السلطان قابوس في الساعة 6:30 مساء. وستحظى القرعة بتغطية إعلامية كبيرة على أعلى المستويات بحضور وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة، نظرا للأهمية الكبيرة التي تمثلها كأس جلالته وموقعها المرموق في أجنة المسابقات المحلية. ويشارك في القرعة أندية دوري عمانتل للمحترفين 14 متمثلة في العروبة وفنجة وصور والنصر وظفار والخابورة والنهضة، المصنعة، صحم والشباب، السويق، صحار ومسقط وكذلك صلالة، و14 ناديا تمثل دوري الدرجة الأولى تمثلها أندية رستاق، نزوة، الطليعة، المضيبي، أهلي سداب ونادي عمان، الوحدة، مرباط، والكامل والوافي، الاتحاد، بوهلة، جعلان، بوشر وكذلك السيب، بالإضافة إلى أندية دوري الدرجة الثانية المتأهلة من التصفيات الأولية، وهي أندية السلام، دية، البشائر، ودبا.
يشارك حكام النخبة في اختبارات الاتحاد الآسيوي التي تقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 7 حتى 12 من الشهر الحالي، حيث يغادر اليوم كل من أحمد الكاف وعمر اليعقوبي وأبو بكر العمري وراشد الغيثي وعبد الله الجرداني وحمد المياحي وعبد الله الشماخي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اختبارات النخبة. يذكر أن هناك انطباعا جيدا عن المستوى الذي ظهر به الحكام العمانيين الدوليين خلال مشاركاتهم في إدارة المباريات، سواء في بطولة أبطال آسيا أو في المباريات الدولية. استكملت يوم أمس الجولة 10 لدوري عمان تل المحترفين، وشهدت تفوقا كبيرا للعروبة وانفرادة بالصدارة بخماسية في مرمى الشباب، وتعادل بين الصحار والنهضة بهدف لهدف، وفوز للنصر على صور بهدف دون رد، وتعادل بين مسقط والمصنعة. رحلت الجولة 10 من دوري عمان تل للمحترفين، وحملت في طياتها الكثير من النتائج المتباينة ولا مفاجآت تذكر، فالمارد غرد وحيدا على عرش دوري المحترفين، وفرقة التماسيح تواصل صمودها ولا تعترف بالهزيمة، وفرقة النواخذة تغرق في سلم الترتيب، حيث نجح المارد العرباوي من تثبيت أقدامه في قمة دوري المحترفين بعد أن أمطر شباك الشباب بخماسية أعادت الفريق الأبيض لواقعه البائس، بعد أن ظن البعض بأن فوزه على النهضة استفاقة وخروج من عباءة النتائج المحبطة للفريق، إلا أن رغبة العروبة في تأكيد القوة والهيمنة والكبرياء كانت أكبر من تفاؤل الفرقة الشبابية. شوط أول كاد أن يخرج متعادلا لولا هدف المعتصم الشبلي الذي أنهى صمت الشباك، انتهت عليه تفاصيل الشوط الأول، وكأن الهدف فتح طريق الشباك على مصراعيه. في شوط ثان استعرض المارد وأمتع وأبدع، هدف من عبد الواسع المطري وثنائية من ليل باتريس، وآخر الطلقات جاءت من كوفي هاتس وخمسة وخميسة لبطل يمشي واثق الخطوة ورافعا رصيده للنقطة 20، مخلفا وراءه الشباب يعاني في المركز 11 ب9 نقاط. لقاء الأزرقان المدخمان بجراح الجولة السابقة، النصر وصور كان على موعد استعادة الهيبة والكبرياء بعد بداية كارثية لكلا الفريقين، اللذان كانا في موسم منقضي من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وكان أحد أضلع مربع الكبار، إلا أن الحال انقلب رأسا على عقب، ومهما يكن فإن صور واجه النصر وهو يدرك بأن الوقت قد حان للعودة إذا كان هنالك عودة، وهو الشعور ذاته للنصر مباراة كما كانت متوقعة لم تخرج من عباءة الالتزام الدفاعي والحذر، لأن وضع الأزرقين لا يحتمل خسارة أخرى، وهجمة خجولة من هنا تتبعها أخرى من هناك، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يترقب توقيع الصلح بين الطرفين حمد السيابي يهدي النصر هدف الفوز والتفوق في المباراة ليرتقي النصر للمركز السابع ب14 نقطة، وفرقة النواخذة تتهادى رويدا لقاع الترتيب، وكأن شراع النواخذة فقد حركة الرياح وباتت فرقة النواخذة تغرق تغرق تحت الماء. بتحقيقه 4 انتصارات و6 تعادلات بدور عمان تل المحترفين، سجل نادي صحار رقما جديدا بدور المحترفين بعدم تلقيه الخسارة في 10 مواجهات متتالية، فبعد أن فرض صحار التعادل على مضيفه النهضة بهدف لهدف يكون بذلك قد أنهى الجولة 10 بدون أن يتلقى أي خسارة هذا الموسم، تعادل منح صحار النقطة 18 بدور المحترفين في وصافة الترتيب خلف العروبة، وبات منافسا شرعيا على اللقب في موسم يعتبر استثنائيا للفريق الأخضر الذي غير الصورة بشكل كلي عن الموسمين الفائتين بعد أن كان يقاتل من أجل البقاء بعد صعوده من دور الدرجة الأولى.
ونظل في أجواء دوري عمان تل المحترفين وفي نادي صحار بالتحديد، لكن هذه المرة مع تألق لاعبه الكرواتي فيدران جيرس متصدر جدول الهدافين في المسابقة، حيث سحب الكرواتي جيرس البساط من مهاجمي دوري المحترفين بعد أن سجل 9 أهداف في 10 مباريات خاضها مع صحار هذا الموسم، متفوقا على حسين الحضري لاعب ظفار وفينيسيو لاعب مسقط ومحمد تقي لاعب العروبة ودا سيلفا لاعب المصنعة، ولكل منهم 8 أهداف. وبالرغم أن اللاعب لم يكن من الأسماء المرشحة للتألق هذا الموسم، إلى أنه خالف كل التوقعات وبات يسجل بصمته في كل مباراة يشارك فيها سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها. أقيمت يوم أمس عدد من المواجهات بالدوري الأولمبي العماني، وشهد تفوق لأصحاب الأرض على حساب الضيوف في إثارة متواصلة بالدوري الأولمبي. فضمن المجموعة الأولى تفوق نزوة على السيب بهدفين لهدف، ونجح بوشر من تجاوز فنجة بهدف دون رد. وضمن المجموعة الثانية فرض المصنع التعادل على صحار بهدف لمثله، وتفوق السويق على مجيس ب3 أهداف لهدف، وخرج السلام بهزيمة بهدفين دون رد أمام صحب، والخابورة قسى على الشباب بثلاثية نظيفة. وضمن منافسات المجموعة الثالثة الكامل والوافي يفرض التعادل على العروبة، وصوري يتفوق على جاره جعلان بهدفين نظيفين. وفي المجموعة الرابعة النصر يدك شباك مرباط ب5 أهداف لهدف، وصلالة يتفوق على الاتحاد بهدف دون رد. أكدت تقارير صحفية عن خطوة متوقعة من وزارة الشؤون الرياضية بتقليص مخصصات دعم الأندية لعام المقبل 2016 وخصم 5000 ريال، وكذلك خصم 13% من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية، حيث تأتي هذه التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها السلطنة في الوقت الراهن. ومن خلال هذا التوجه وتنفيذه في المستقبل القريب، بات على الاتحادات الرياضية أن تعمل وفق الدعم الجديد برسم خطط وبرامج العام المقبل على أقل تقدير، وأن تقنن نشاطاتها خصوصا تلك التي تحسب حملا زائدا عليها، على أن يتم التركيز في النفقات الأساسية التي يجب ألا تؤثر على عمل الاتحادات الأساسية. أعلن الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد أمس عن استضافة جمهورية مصر العربية للنسخة الثانية من كأس العالم لالتقاط الأوتاد خلال شهر إبريل من العام القادم. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الذي عقد أمس بفندق الانتر كونتيننتال برئاسة محمد بن عيسى الفيروز، وبحضور 20 دولة من أعضاء الجمعية العمومية من أصل 28 عضوا في الاتحاد. وقد استضافت السلطنة على مدار اليومين الماضيين اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. ومثل السلطنة في اجتماع الجمعية العمومية السيد منذر البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية، وتم خلال الاجتماع إقرار عدد من القرارات المهمة والتي تخدم مسيرة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ومقره سلطنة عمان في تطوير اللعبة بعد 2 من عملية الإشهار. نهاية أخبارنا المحلية، ننتقل بكم للعالمية وإلى أبرز العناوين. لقاء الأنصار وشباب الساحل ينتهي بالتعادل الإيجابي في الدور 7 من الدور اللبناني الممتاز لكرة القدم. نيوكاسل يونايتد يتغلب على الليفر ب2 ويزيد من حيرة المدرب الألماني يورغن كلوب في قدرات فريقه. وفينورد يستعيد عافيته بعد الفوز على هيراكليس ليقفز للمرتبة الثانية ضمن حسابات الدوري الهولندي لكرة القدم.
أهلا بكم من جديد. تعادل الأنصار على أرضه بهدف مع فريق شباب الساحل في الدور السابع للدور اللبناني الممتاز لكرة القدم، حيث تجنب شباب الساحل بنهاية العام الماضي الهبوط إلى الدرجة الثانية، لكنه عاد متألقا هذا الموسم بعد أن ضم مجموعة من اللاعبين الجدد. وفي الدقيقة 22 تحصل فريق الأنصار على ركلة جزاء قام بتنفيذها اللاعب الأرجنتيني لوكاس ماتياس غالاس بنجاح، وتحسن الأداء شباب الساحل في آخر ربع ساعة للمباراة، واحتسبت ضربة جزاء لصالحه في الدقيقة 85 نفذها الغاني نيكروما دوكلاس بنجاح. تمكن فريق نيوكاسل يونايتد من الفوز على فريق ليفربول بهدفين دون مقابل ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. مدرب الليفر يورغن كلوب يدرك بأن فريقه لم يقدم الكثير في هذه المباراة، بينما يرى مدرب نيوكاسل ستيف ماكليرن بأن فريقه يستحق العلامة الكاملة بعد مجهودات لاعبيه على أرض الميدان. لم نلعب بشكل جيد ولم نهيئ أي فرصة، وأهديناهم هذا الهدف الذي يشبه في رأيي هدية عيد الميلاد. سجلنا بعد ذلك هدفا لكنه لم يكن جيدا، وقرر مساعد الحكم أنه ليس بوسعك تسجيل هدف بهذه الصورة السيئة ولذلك لم يحتسبه، وليس بوسع الحديث عن الهدف الثاني، فقد جاء نتيجة لهجمة مرتدة وهذا أمر طبيعي. مررنا بفترة عصيبة في آخر أسبوعين، فقد تعرض الفريق لانتقادات مكثفة من الجميع ويحق لهم ذلك. ليست لدينا مشكلة مع ذلك، بل علينا العمل بصمت والرد على هذه الانتقادات في المكان المناسب وهو أرض الملعب. قلت للاعبين قبل المباراة أن علينا بذل جهد أكبر من جهد ليفربول، فذلك قد يمنحنا فرصة الفوز، والحظ يكون حليفك عندما تبذل جهدا أكبر. أصبح فينورد يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب البطولة الهولندية لكرة القدم بعد فوزه على هيراكليس بثلاثية نظيفة، حيث تمكن فينورد من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 30 بعد تمريرة عرضية عن طريق الخيرو إيليا غلطت الحارس ودخلت في الشباك. وقبل نهاية الوقت الرسمي بثمان دقائق طرد الحكم لاعب هيراكليس رامون زومر لاستعمال مرفقه في مواجهة مع مهاجم فينورد ميشيل كرامر. فينورد سجل الهدف الثاني عن طريق ديريك كويت بعد رأسية متقنة، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة تمكن لاعب فينورد كرامر من إضافة هدف ثالث لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لفريق فينورد. وإلى منافسات الدوري البلجيكي لكرة القدم، حيث تمكن فريق كلوب بروج من العودة لصدارة الترتيب بعد فوزه على شارلوا بهدفين لهدف، فيما حكم التعادل السلبي لقاء جينيك وأندرلخت. عاد نادي كلوب بروج إلى صدارة الدوري البلجيكي للمحترفين في كرة القدم بفوزه على شارلوا بهدفين لهدف. بروج بدأ بداية موفقة في الدقيقة الثامنة بهدف من المهاجم يالي فوسين بعد تمريرة حاسمة من فيليبي جوديز، وكاد كلودومير أن يسجل الثاني لولا براعة الحارس بارفي مادانا. وفي بداية الشوط الثاني سجل بروج الهدف الثاني من تسجيل المهاجم عبد الله ديابي بعد ضربة حرة نفذها فيكتور فاسكيز، بينما سجل رومان فاربر الهدف الوحيد لشارلوا لتنتهي المباراة بهدفين لهدف لصالح بروج الذي أصبح يشترك في الصدارة مع جنت، بينما تراجع شارلوا إلى العاشر بإحدى وعشرين نقطة. وفي قمة مباريات الجولة تعادل فريق جينك وأندرلخت بدون أهداف. أندرلخت الزائر سنحت له معظم فرص المباراة، غير أن حارس جينك ماركو بيزو أفلح في صد تسديدتين قويتين من الهندوراسي أندي ناجار، كما صد تسديدة أخرى من ضربة حرة من ستيفن دوفور، بينما أبعد حارس أندرلخت سيلفيو بروتو
في بداية المباراة رأسية أونيني أنديني. اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، مما أبقى أندرلخت في المركز الرابع ب 33 نقطة، بينما يتخلف عنه فريق جينك بثلاث مراكز وتسع نقاط. فاز فريق بورتلاند تيمبرز للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدور الأمريكي لكرة القدم نتيجة لانتصاره خارج أرضه على كولومبوس كرو بهدفين مقابل هدف في نهائي الدوري، حيث تمكن دييغو فاليري من تسجيل أسرع هدف في تاريخ الكأس بعد تسديدة سكنت الشباك في أول 27 ثانية ليضع فريق بورتلاند تيمبرز في المقدمة، وضعف بورتلاند تفوقه بعد فترة قصيرة بهدف من اللاعب رودني والاس. وبعد ذلك انعش كيكا مارا آمال فريق كولومبوس عندما سجل هدفا للفريق في الدقيقة 18، وهاجم كولومبوس بشراسة أملا في إدراك التعادل، لكن صلابة لاعب بورتلاند حالت دون ذلك. فاز فريق جوا بثلاثة أهداف لهدفين على دلهي ديناموس في الدور الهندي الممتاز لكرة القدم، حيث تمكن فريق دلهي بقيادة المدرب روبرتو كارلوس من التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 31 من إمضاء سيرجينيو غرين، ليضيف عادل نبيل الهدف الثاني لفريق دلهي قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تمكن فريق جوا من معادلة النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق اللاعب روميو فرنانديز، وقبل صافرة النهاية تمكن جوفري من إضافة هدف ثالث لفريق جوا ليخرج فائزا بثلاثة أهداف لهدفين. سجل نيكوس كارلس في الدقيقة 86 ليقود فريق باناثنايكوس للانتصار خارج أرضه على فريق فيريا بهدف دون مقابل في لقاء الدور اليوناني الممتاز لكرة القدم، حيث صعد باناثنايكوس إلى المركز الثالث في قائمة الدوري بفضل انتصاره خارج أرضه على فريق فيريا بهدف دون مقابل. وقد سنحت أفضل فرصة للاعب مالدين بيريتش في الدقيقة 38، لكنه أهدر الفرصة، سنحت فرصة أخرى للاعب ذاته في بداية الشوط الثاني، غير أن جونثان لوبيز أفلح في إبعاد الكرة قبل أن تصل إلى دانيل براتيش. وفي الدقيقة 86 تمكن نيكوس كارليس من تسجيل الهدف الوحيد لفريق باناثنايكوس ليتراجع فيريا إلى المركز 12 في قائمة الدوري اليوناني. وفي عالم الكرة الصفراء قدم نجم التنس الإسباني رافائيل نادال حصة تدريبية لأطفال مانيلا عاصمة الفلبين، حيث كان هناك جمهور غفير تدافع لأجل إلقاء نظرة على المصنف الخامس عالميا صاحب 14 بطولة كبرى. ومن المنتظر أن يشارك كل من نادال وأندي موراي وسانسيلاس فافرينكا سيشاركون في بطولة ودية في مانيلا. كما صرح نادال بأنه سعيد بزيارة مانيلا والمشاركة في البطولة وأيضا الترويج لأكاديميته في مايوركا. تواصلت انتصارات فريق جولدن ستيت واريورز في دور الرابطة الوطنية لكرة السلة بعد انتصاره على فريق بروكلين نيتس ب 114 نقطة مقابل 98، حيث تمكن فريق جولدن ستيت من الهيمنة مبكرا على المباراة، وتوالت الرميات الثلاثية له من كل من ستيفن كاري وكلاي تومسون، وتباطأ جولدن ستيت بعد البداية القوية مما أتاح لفريق بروكلين فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط. تقدم بروكلين بعد نهاية الشوط الثاني، ثم استعاد فريق جولدن ستيت زمام المبادرة وسجل 16 نقطة على التوالي معتمدا على أداء قوي من ستيفن كاري الذي سجل 28 نقطة.
فاز الأمريكي بابا واتسون بلقب بطولة هيرو العالمية للغولف التي جرت فعاليتها على مجاز ألبانية في نيو بروفيدنس بجزر الباهاماس، حيث كسب واتسون 6 ضربات في الجولة الختامية للبطولة لينهيها برصيد إجمالي بلغ 25 ضربة تحت المعدل، ليتقدم ب4 ضربات على مواطنه باتريك ريد الذي احتل المركز الثاني. واحتل المركز الثالث أمريكي آخر وهو ريكي فاولر الذي كسب 8 ضربات في اليوم ليرفع رصيده الإجمالي إلى 21 ضربة تحت المعدل. انتصر نيو جيرسي ديفلز على ضيفه فلوريدا بانثرز ب4 أهداف مقابل 2 في لقائهما ضمن الدوري الأمريكي لهوكي الجليد، حيث تقدم نيو جيرسي في أول دقيقة للمباراة بهدف من لي ستيم، وضعف كايلي بالميري تفوق الفريق في فترة لاحقة من الشوط عندما سجل هدفه 11 في الموسم، وقلص آرون إكبالد تفوق نيو جيرسي عندما سجل هدفا لفلوريدا في بداية الشوط الثاني، لكن آدم هيريك تمكن من إضافة هدف ثالث لنيو جيرسي ليقلص جونثان الفارق بإضافة هدف ثالث لفلوريدا، ولكن كامليري جاء ليؤكد على أحقية فريقه في الفوز بتسجيله هدف رابع لنيو جيرسي. فاز النمساوي مارسيل هيرشر بجولة بطولة كأس العالم للتزلج المتعرج العملاق التي جرت فعاليتها في منتجع بيفر كريك بولاية كولورادو الأمريكية، حيث سجل النمساوي أسرع وقت في المرحلة الأولى للسباق، بينما عجز بطل العالم والأولمبياد تيد ليجتي عن المحافظة على توازنه في المرحلة الأولى مما أدى لإقصائه من السباق. وحافظ هيرشر على تقدمه بعد المرحلة الثانية ليفوز باللقب في إجمالي 2:32. وفي كندا فازت الأمريكية لين سيفون بلقب سباق التزلج المتعرج الأعظم الذي تم تنظيمه في منتجع ليك لويز، حيث أكملت الأمريكية السباق في 1:19.79 لتتقدم 1:32 على النمساوية تامارا تيبلار التي احتلت المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب نمساوية أخرى وهي كوريليا هويتر. الجدير بالذكر أن الأمريكية فون فازت في اليومين السابقين بلقب منافستين للتزلج المنحدر، وبذلك فازت للمرة الثالثة ب3 ألقاب متتالية في بطولة كأس العالم، وكانت قد حققت ذلك مسبقا في 2011 و2012.
نختتم نشرتنا مع اليوم الختامي لكأس العالم للدراجات الهوائية داخل الصالة في كامبرج بنيوزيلندا، حيث تمكنت الكندية إيلسون بيفريج من الفوز بذهبية السيدات المتنوع في أومنيوم بكأس العالم للدراجات الهوائية داخل الصالة في نيوزيلندا. بيفريج تقدمت على البطلة العالمية أنيت إيدمونسون من أستراليا والبلجيكية جوليان دهور، وفي سباق الرجال فاز الدنماركي لاسي نور مان هانسن، وفاز البريطاني كريستوفر لاتام بالفضية والأسترالي غلان أوشيا بالبرونزية. ختام النشرة، وفيها تذكير بالعناوين. بعد غد الأربعاء إسدال الستار على قرعة دور 32 من كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. العروبة يقسو على الشباب ويتشبث بالقمة والصحار بسجل خال من الهزائم في أبرز نتائج الجولة العاشرة. لقاء الأنصار وشباب الساحل ينتهي بالتعادل الإيجابي في الدور السابع من الدور اللبناني الممتاز لكرة القدم. نيوكاسل يونايتد يتغلب على الليفر بهدفين ويزيد من حيرة المدرب الألماني يورغن كلوب في قدرات فريقه. نهاية النشرة قدمناها لكم من عمان الرياضية. لمتابعة برامجنا يمكنكم زيارة صفحاتنا على الويب. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.